بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عامل ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده بقى حاجه حلوه كده على البارد، حاله على البارد زي يعني تورتايه بارد كده من غير لا فرن ولا اي حاجه. معانا بقى بسكوت شوشو، معانا النهارده شوشو، بتسلم عليكم شوشو، بقول لكم بقى معانا بقى بسكوت، اي بسكوت انت بتفضليه، بسكوت سادة او بسكوت بالشوكولاتة. معانا سكر، ومعانا معلقتين نشا، معلقة فانيليا، معانا تشكيل بقى فرماسي او اي حاجة عايزة تشكلي بقى، اللي هنشكل بقى الوجه ده للتزيين. ومعانا بودرة كاكاو خام، معانا معلقة ايه كبيرة، معلقتين كبار قشطة، معانا نص كوباية مية هندوب فيها النشا، ومعانا اللبن بقى اللي هنعمل بيه الكريمه بتاعت الشوكولاته، كريمه الشوكولاته. نحط اللبن على النار بقى، اللبن بقى رفعناه على البوتاجاز اهوت، يغلي اهوت، اللبن يغلي اهوت على النار معاكي. السكر انا احلي بيه اللبن، سكر اهو احلي بيه اللبن دي كريمه الشوكولاته. النشا بقى، النشا هي تقلبها في نص كوبايه الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. حوالي 3 معالق نشا، لما اللبن ما يغلي معاكي هنحط النشا ونقلب، لما النار ميه بارده دي بقى كريمة الشوكولاتة. بسم الله الرحمن الرحيم. هغطي له بقى شويه، هدى على اللبن شويه اهيت عشان ما يفرش مني، واحط النشا بقى وايد تقلب وايد تنزل بالنشا. بسم الله الرحمن الرحيم. نطلع النار خالص واقلب، انزل بقى بالشوكولاته. بودرة كاكاو خام اهي، انزل بقى على ده اللبن والنشا، حليتهم بالسكر واقلب كويس اوي، اقلب تقليب سريع كده. بقى ننزل بقطعة القشطة نقلب، دايما تقلبي تقلبي بسرعة كده عشان الكريمة ما تتكتلش منك. القشطة دي بقى بتخليها طعمها جميل، تديها بقى لمعة جميلة، أو لو عندي كريمة أحط كريمة بدل الكريمة، بحط أنا قشطة خلاص. القشطة متقلبة بقى، تقلبي كويس اول لما تتقل معاكي اهو، ما يبقى كريمي كده. نقلب قوي على النار عشان تغلي، هتلاقي تتكون كريمي.
شايفين بقى تقلب معايا اهيت زي الكريمه اهي. ابتدي برضه اقطع عنها بقى وابتدي افضل اقلبها برضه عشان ما تتكتلش معايا، تبقى اهي كتله واحده اهي كريمه اهي. وبعدين لما تبرد بقى كمان هتتقل اكتر، تبقى متماسكه اكتر لما تبرد، تتحط في الثلاجه بقى 3 4 ساعات تجمع. الفانيليا بقى واحط وانزل بالفانيليا بقى جميله كده. خلاص طفيت النار اهو، افضل اقلبها شويه. هروح بقى احط الرز بقى البسكوت في الصينيه. الريحه بقى شايفين بقى قوامها جميل، والريحه بتاعتها طالعه جميل. يلا يا شوشو بقى رز البسكوت. شوفوا الرز معانا بسكوت ايه، حتى المكسور عادي حطي برضه بسكوت اللي هي. بصي بقى البسكوت كده، عايزه بقى تعملي طبقتين تعملي ثلاثه اللي انت عايزه. بص طبقتين طبعا هنا، وطبقه كمان شوكولاته كريمه الشوكولاته، وبعدين نحط ال وزعي بس وزعي شوكولاته كمان واحد. هتديني بقى الصينية من أي صينية هتحط فيها، بس لو هي بتلزق هتديناها زبدة. اديناها زبدة أو زيت. رصينا البسكوت أهو في الصينية أنا وشوشو. شوشو منوران النهاردة، شوشو بتقول لكم بقى وأنا حبيته. يلا يا شوشو هنحط بقى الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى بالكريمه بقى. البسكوت ما عملناهوش، ما بليناهوش ولا اي حاجه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه بقى جميله، طعمها بيبقى رائع، ريحه الشوكولاته كمان، كريمه الشوكولاته جميله. ايه رايك يا شوشو؟ جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. هتبرد بقى تجمد جامد، تجمد بقى تقطعها تقطعها بقى قطع بقى هتبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. نغطي البسكوت كده خالص، طبق اهيت نحط كمان رقبة يا شوشو. بصي بقى ايوه رز كويس، الله رز جميل خالص. تسلم ايديك. شوف فنانة في المطبخ، بحب الطبخ قوي، تحب الحلويات. رز يا جوجو كمان واحد كمان برضه. حط المكسور عادي، هو كله هيتدرب الشوكولاتة. الله ريحتها طالعة جميلة. اعملوا لايك بقى، حطوا لايك عشان شروق. شروق قلت لكم حطوا اللايك. شروق قلت لكم حطوا اللايك. اعملوا لايك بقى وشير واشتراك للقناه عشان اما اعمل اي وصفه تتفرجوا عليها. هاتي اللي بقيتهم، هاتي كله، هاتي كله متكسر كده بس يساوي كده عشان يطلع مساويه، يطلع تورته مساويه جميله جميل. ايه بصوا بقى ازاي شويه كده عشان الفراغات اللي هي فيها كل شوكولاته، كريمه الشوكولاته تنزل في كل حاجه.
في كل بين الفراغات وبعضها. هنشكلها بقى، شكلها بقى باي حاجه انت عايزه تشكلها. خدي يا شوش اي حاجه بقى تشكلها، شكلها بشوكولاته مبشوره، شكلها ب سوداني يا رب يروش خطوط كده. الله في يا جوش الجمال ده، الله الله الله. اتفضلوا بقى بالهنا والشفا. اتحط بقى 3 4 ساعات في التلاجة قبل ما تتقطع. طلعها بقى وتقطعها بقى جميله. اتفضلوا بقى بالهنا والشفا.